أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول في قول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، هل المراد بالإرادة والمشيئة الإرادة والمشيئة الكونية أو الشرعية؟ لا، الكونية، لأن المشيئة شيء واحد ما تنقسم، كونية، المشيئة لا تكون إلا كونية. وأما الإرادة فتنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية دينية، والمشيئة ترادف الإرادة الكونية. نعم.